بالنسبة لموضوع الأضاحي اليوم ما حدا له قدرة يضحي، يعني اليوم غير المنظمات ما هي مستلمة، غير الأضاحي هي المنظمات، يعني اليوم الشعب الدرويش ما فيه يضحي. اليوم الضحية الكيلو ب 13-14 ألف بتوصل، يعني إيه ضحية اليوم نحن عم نحكي عليها؟ والوضع تعبان ضمن مناطق الريف الشمالي، المناطق المحررة اللي موجودة عنا، الأمور جماد على الأخير، يعني لا شغل لا مسواء لا شيء مثل عالم الناس. يعني موضوع الأضاحي صعب جدا اليوم أنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم نقرأ الفاتحة يتخلف هذه الشجرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله نسأل الله العظيم أن يكون هذا العيد عيد خير ويمن وبركات، ويعيده على الشعب السوري باليمن والبركات، وإن شاء الله العام القادم تكون سوريا كلها محررة من رجس الظالمين. نحن الآن متواجدين في مدينة عزاز بالريف الشمالي، المناطق المحررة. نحب نعيد على أهالي هاي المناطق ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله هيك العيد الجاي كل مهجر بيعود إلى دياره. في هاي المدن هاي ما بنعرف اذا هاي الناس راح تحسن تضحي او ما راح تحسن تضحي. الوضع هون جدا صعب، اسعار الاضاحي تجاوزت 260 دولار. ما كل الناس راح تحسن تضحي، وما كل الناس راح تحسن تؤدي هاي الفريضه او هاي السنه راح تحسن تؤديها. نسال الله انه رب العالمين يفرج عن اهالينا في المخيمات ويفرج عن هالشعب السوري، ان شاء الله العام القادم بيكون العيد الاضحى في الديار. اتوجه بالتهنئه الى المسلمين.